السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في قناتكم لتسلير، عاملين ايه؟ جريد 6. يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معدنا مع مادة الساينس في مذكرة المتميز او مراجعة المتميز لامتحان شهر نوفمبر. خدوا بالكم موجود عندكم على القناة حل مذكرة المتميز في كل من المواد الماس والاي سي تي وكمان المهارات واخيرا الساينس. يبقى كده جريد 6 كل المواد اللي احنا بننزلها كل شهر موجودة عندكم في القناة. قبل ما نبدأ بقى فكركم تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو لأصدقائكم عشان الناس كلها تستفيد، وكمان تعملوا سبسكرايب عندنا في القناة. يلا بينا نبدأ جريد. طبعا انت هتمتحن في كونسبت 2 نمبر 1 observations of nutrients inside the body start in the not organs. طبعا امتصاص المواد داخل جسمك بيبدأ منين؟ من الـ small intestine او من الامعاء الضخمة. نمبر 2 engineer design special devices to work instead of not organ which filter the blood from waste material. ايه الجهاز اللي عملوه الانجينيرز المهندسين بدلا من ايه علشان يفلتر البلد؟ ايه الاورجن اللي جوه جسمك بيفلتر البلد؟ طبعا الكيدني. نمبر 3 the system which helps the digestive system in transporting nutrients to all different body organ is طبعا السيركيلاتوري. بيقول لي ايه السيستم اللي بيساعد الدايجستيف سيستم انه ينقل عندي المواد الغذائيه لكل الجسم؟ طبعا السيركيلاتوري او الجهاز النقل. نمبر 4 ذا سيستم الجهاز اوف ذا هيومن اوف بودي هيومن بودي جيت ذير نيدد انرجي فروم. جسمنا بقى بيحصل على النيدد انرجي من اين؟ طبعا من الفود. نمبر 5 urination process عملية ال urination أو التبول happen by the help of a system. طبعا urination يبقى urinary system. number 6 the organ which belong to the digestive system and secret fluids contain an acids and some enzymes is طبعا عندي جوه جسمي جوه digestive system عندي organs بيعمل ايه؟ secret fluids بيفرز عندي سوائل وكمان acids. ايه بقى؟ الاسوفاجوس ولا الاستومك ولا السمول انتستان ولا الماوث؟ طبعا الاستومك. number 7 all the following are from the nutrients that the food contain except كل المواد اللي عندك دي جوه الفود ما عدا حاجة. طبعا عندي جوه الفود carbohydrates fats proteins اما الاكسجين مش موجود جوه الفود. number 8 the two kidney play an important role in filtration of blood الكيدني بتفلتر عندي مين؟ البلد. number 9 the system which convert the complex food الاكل في شكله المعقد sandwiches اللي انت بتاكلها دي complex food بيحولها لsimpler substances مواد بسيطة تقدر تمشي جوه جسمي مين بقى؟ الدايجستيف سيستم. number 10 the process of expelling urine العملية اللي بتطرد عندي اليورين او البول from the body is called urination. number 11 you can use your nut muscles to help the teeth chew the food المصل اللي بساعد الأسنان بتاعتك إنها تمضغ الأكل طبعا your jaw muscles أو عضلات الفك. number 12 blood carries not from inside small intestine to all body organs طبعا بيحمل الدم عندي النيوترينز المواد الغذائية. number 13 all the following are from the waste material من المواد اللي هي مش كويسة أو ضارة which are produced by your body except urine من ال waste material carbon dioxide waste material sweat أو العرق من ال waste material الأكسجين بقى مش waste material.
Number 14, urea is formed due to breaking down of protein. اليوريا أو المادة دي اللي بتخرج عندي في اليوريا هي بتخرج بسبب تكسير أو هضم digested of proteins. Number 15, the tube which transports the urine from the kidney to the bladder is ureters. Ureters. اليورترز دي أو الحالب أو التيوب اللي بتنقل عندي اليوريا أو اليوريان من البليدر من الكيدني تو بليدر. نمبر 16, the body gets rid of. كلمة مهمة جدا لازم تكون عارفها. get rid of يعني يتخلص من، يطرد الويست ماتيريال باي، عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الاكسريشن. اكسريشن اكسريشن بروسيس أو عملية الإخراج. Number 17, the organ which is responsible for مسؤول عن secreting sweat إفراز العرق، طبعا السكن الجلد. Number 18, the large intestines absorb not from the undigested food. اللارج انتستن بتمتص عندك مين؟ الووتر. Number 19, the blood which carries the waste material. الدم بقى اللي جواه waste materials enter each kidney through a lung. بيدخل الكيدني من خلال ايه؟ من خلال الارترز. Number 20, the feces او الستول اللي هو المواد الصوليد waste store in، بتخزن فين بقى؟ until it leaves the body، بتخزن جوه ال large intestine. number كده خلصنا بقى true or false. يلا بينا. number 1, people whose kidney are not working properly. الناس بقى اللي عندهم مشكلة في الكيدني والكيدني بتاعتهم مش بتشتغل كويس must use other device to filter the blood from waste. طبعا لازم يستخدموا جهاز، والجهاز ده بيعمل فلترة للبلد. طبعا it's right. number 2, the feces leaves the body through a bony opening known as anus. طبعا ال answers دي it's wrong. ليه it's wrong؟ لان ال anus دي muscles وليس bony. number 3, proteins can pass through nephron during filtration of blood in the two kidney. هل البروتين بيعدي بقى وبيمر خلال النيفرون اللي هو الفلتر اثناء فلترة البلد من الكيدني؟ طبعا لا، ده انا البروتين انا ده انا محتاجه. I needed. انا محتاج للبروتين، وهو لو انت تفتكر ان هو قلنا عليه ايه؟ large particles، عنده جزيئات كبيرة بالنسبة لليوريا. Number 4, circulatory system transport the digested food to different body organs. السيركيلاتوري بينقل الدايجستد فود لكل الجسم. طبعا it's right. Number 5, systems get their needed energy from the food we eat. طبعا احنا بنحصل على الاكل من الانرجي من الاكل. Number 6, when your body needs energy، لما جسمك بيحتاج لطاقة. Liver and muscles convert glycogen into glucose again. أيوة إحنا قلنا إن جسمي بيعمل أو بيعمل store للجلوكوجين جوه المسلز والليفر لما ما يكونش محتاج الجلوكوجين، لما يكون محتاجه بيستدعيه ويحوله لجلوكوز مرة تانية. number 7, all nutrients that are absorbed from small intestines are stored as fat inside the body. طبعا لا، ده انا عندي fats, carbohydrates, sugar, proteins. number 8, studying a kidney model can save time, money, effort and money. طبعا ان انا ادرس model زي اللي احنا جبناه الفلترز والتونل والساند، كله ده بيوفر عندي الوقت والمجهود والكوست او التكلفة او الفلوس. number 9, the two kidney remove waste material from the blood. الاتنين كدني بيزيلوا الويست من البلد. طبعا it's right. number 10, glycogen is converted into glucose and stored in liver and muscles. خد بالك اللي بيتحول الجلوكوجين صحيح بيتحول لجلوكوز
بس ساعتها مش بيتخزن جوه الليفر. امال ايه؟ لا، ده الجلوكوز ده انا باخده لان هو الانرجي اللي بيحرك جسمي. امال لو عايزين نعمل كوركت للستاتمنتس او الجمله دي، هقول ان الجلوكوز هو بقى اللي is converted into الجلوكوجين، اللي بيتخزن جوه جسمي هو الجلوكوجين، اما اللي بستعمله كانرجي هو الجلوكوز. نمبر 11، saliva is a liquid which is secreted by endocrine system inside your mouth. شويه الووتر اللي جوه بقي دول saliva بيتفرزوا من الاندوكراين سيستم. نمبر 12، the digested food enters the colon as a soapy mixtures. طبعا الدايجستد فود مش بيدخل جوه الكولون، لان الدايجستد فود ده بيبقى جوه السمول انتستنس، اما اللي بيدخل جوه الكولون هو ان دايجستد فود، الطعام الغير مهضوم. نمبر 13، ذا تو كيدني ريموف ويست ماتيريال فروم ان دايجستد فود which كام اوت ان ذا فورم اوف يوريان. خد بالك، الكيدني صحيح بتزيل الماتيريال من الاندايجستد فود، لا، الكيدني ليس لها علاقة بالاندايجستد فود، الكيدني ريموف ويست فروم بلاد، من البلاد بقى مش من ايه بقى، من الاندايجستد فود، يبقى دي ايه، اتس رونج. نمبر 14، نيفرون هيلبز ذا فلتريشن، النيفرون بتساعد في فلترة البلاد فروم يوريا، اتس رايت. نمبر 15، كولون absorb most of water from the undigested food that leaves the body. الكولون ده ممكن اشيل اسم كولون او النيم ده واكتب large intestine، الاثنين it's right. Number 16, if your body doesn't get rid of waste. لو جسمك ما تخلصش بقى من الحاجات الضارة اللي جواه، you will be healthy، انت هتكون بصحة جيدة. No, I will sick، انا همرض، انا هتعب. Number 17, digestion begins when the food enters esophagus. No, digestion begins when the food enters the mouth. يدخل بقك. Number 18, kidneys are considered as a filtering system for the blood. أي هي بتفلتر عند مين؟ البلد. Number 19, the main waste product which is expelled by respiratory system is the urea. طبعا it's wrong، اللي بيعمل expel respiratory بيعمل expel لمين؟ للكربون دايوكسيد. Number 20، urine is expelled outside the body through urethra. طبعا it's right. Question 4 بيقول write the scientific term. يلا بينا بقى. Number 1، the system which convert the complex food into simpler substance. السيستم او الجهاز اللي مسؤول عن تحويل الاكل من complex food لمواد بسيطة، طبعا digestive system. Number 2، the last part، اخر جزء في large intestine that store the feces until it leaves the body، طبعا erect. Number 3، the organ which help in excretion of sweat through the pores that are found in it. الجزء او العضو المسؤول عن اخراج العرق هو السكن. Number 4، the process of breaking down the complex food into simpler substances. العملية اللي مسؤولة عن هضم او تكسير الاكل، digestion process. Number 5، it is microscopic filter that is found in the two kidneys. وهو اللي مسؤول عن فلتر البلد، طبعا النيفرون. Number 6، a substance that is stored in liver and muscles. مادة بتخزن جوه الليفر والمسلز. Then converted into glucose. وبعد كده بتتحول لجلوكوز، طبعا الجلوكوجين. Number 7، liquid in your mouth. في سائل موجود في بقك. Contain an enzymes which help in digestion process. طبعا السلايف. Number 8، the system that is responsible for، مسؤول عن excretion of carbon dioxide. طبعا الـ respiratory system. Number 9، the organ which absorbs most of water from the undigested food. المسؤول عن امتصاص المية من الـ undigested food، طبعا الـ large intestine. Number 10، it is a system that is responsible for storing and getting rid of waste.
material produced from the cell اللي مسؤول عن تخزين واخراج او طرد الويست ماتيريال من جسمك هو الاكسيراتوري سيستم. نمبر 11 a substance which is formed due to the breakdown of proteins الماده اللي بتخرج لما البروتين يتكسر اليوريا. نمبر 12 it is a process of removing the waste product resulting from burning food inside the body طبعا الاكسيريشن process. Number 13 it is process of expelling urine from the body طبعا urination اخراج اليورين هي urination. Number 14 an organ in which absorptions of nutrients start الجزء او العضو المسؤول عن امتصاص النيوترينت اللي اسمه الانتستين. Give reason number 1 the liver and the muscles convert the stored glycogen into glucose ليه الليفر والمصل بيخزنوا عندي مادة الجلوكوجين بيحولوا مادة الجلوكوجين للجليكوز قلنا الجليكوز ده اللي بيديني energy to get a energy علشان أحصل على الطاقة. Number 2 the body needs to convert complex food into simpler substance الجسم عندي بيحتاج لتحويل الcomplex food لsimpler substance to get energy and grow علشان يحصل على الطاقة وينمو. Number 3 importance of exhalation ايه اهمية عملية الاخراج to your body طبعا علشان تتخلص من الويست ماتيريال. It collect waste and remove them هي بتجمع الويست ماتيريال and remove وبتزلها او get rid of او بتتخلص منها of the body to keep body healthy علشان تحافظ على جسمنا بصحة. Number 4 walls of small intestine contain blood vessels ليه الـ small intestine عندها blood vessels عشان الـ blood vessels دي هي اللي بتعمل absorb للـ digested food وبتوزعه لكل الجسم يبقى to carry digested food to all body part. Number 5 the two kidney contain mini nephron ليه الكيدني جواها mini nephron لأن النيفرون دي هي عبارة عن الميكروسكوبيك فلتر يبقى to filter blood from harmful substance. Number 6 undigested food becomes solid waste inside the large intestine ليه undigested food بتصبح solid علشان ال large intestines عملت absorption لل water because large intestine absorb water from undigested food. Number 7 saliva play an important role in digestion of food inside the mouth السلايفا دي بتعمل ايه؟ قلنا السلايفا دي زي المية اللي جوه البلندر عند ماما دي بتسهل عملية التشو او البريكنج داون. سلايفا سوفن يعني بتنعم the food and start the chemical breaking down of food. الكويشن نمبر 6 what happen if number 1 the blood that carry waste material passes through nephron اللي يحصل لي البلد لما بيمر خلال النيفرون النيفرون بيشتغل وبيعمل دوره وايه دور النيفرون انه بيفلتر البلد نيفرون فلتر the blood from harmful substance. Number 2 saliva is not secreted during the show اللي يحصل لو البق بتاعي او الجلاندز اللي بتعمل secret للسلايفا ما عملتش secretions للسلايفا food cannot be solvent الاكل مش هيبقى ناعم and the food cannot break down chemically. Number 3 the blood doesn't pass through the two kidney الدم بقى ما راحش عند الكيدني during its circulation اثناء الدوره بتاعته يبقى مش هيحصل فلتره وبكده الويست هتفضل جوه جسمي وبكده انا هعيا. The blood will not be filtered from the waste material and the body will get sick وبعد كده الجسم ايه هيحصل له تعب. Number 4 your body doesn't get rid of waste نفس الحكاية the body will get a sick. أسئلة concept 3 بقى number 1 all the following material are called magnetic material except كلهم magnetic ما عدا حاجة واحدة iron plastic طبعا هو magnetic material not magnetic material nickel steel iron cobalt كلهم magnetic except البلاستيك. Number 2
Mechanical energy is converted into نقاط energy in the generator. الجنريتور بياخد الميكانيكال ويديني electrical energy. Number three, electricity can flow through. الكهرباء بقى ممكن تمشي جوه ال electric conductors. Number four, all the following material are electric insulator. عزلت للكهرباء except مين؟ الستيل لأنه زي الأيرون. Number five, magnets can be made of ممكن يكون مصنوع من الأيرون. Number six, نقط are used to stop the flow of electricity. اللي بيوقف مرور الكهرباء طبعا اللي بيوقف مرور الكهرباء الإلكتريك insulator. Number seven, the area around the magnet المنطقة اللي حوالين الماجنت its force appear بتعرف باسم magnetic field أو المجال المغناطيسي. Number eight, the flow of electric charge along closed paths بيسبب ايه؟ مرور تيارات او شحنات كهربية في مسار مغلق اللي هو الالكتريك سيركت، بيسبب عندي الالكتريك سيركت light energy electric current sound energy. طبعا مرور الشحنات الكهربية بيسبب عندي electric current. Number 9, in the نقط circuit all components are connected in one loop. طبعا اللي بيتوصل في one loop اللي هو السيريس all components are connected in one loop. طبعا السيريس closed series. Number 10, نقط is a magnetic material that is attracted to the magnet. الماجنتيك ماتيريال في دور هو الايرون. Number 11, magnet affects certain objects like الماجنت بيأثر على النيكل والايرون والكوبر الكوبالت والستيل. طبعا number 12, in a knot the electric current can flow through different branches. طبعا البارالل سيركت. number 13 بتقول are used to spin in the magnet in the generator to produce electricity. اللي بقى اللي بيلف بيخلي الماجنت سبين بيدور في الجنريتور، هل ووتر اند ويندز، هل اللايت اند ساوند، هل الالكتريستي اند ساوند، هل الساوند اند هيت. طبعا الووتر اند ويند. نمبر 14، نقط از يوزد تو سلو، اللي بيستخدم لتبطيء الالكتريك كارنت طبعا الريزيستور. Number 15, the electric wires are covered with plastic. Number 16, scientists use NOT to detect the flow of small electric current. اللي بيستخدم لتحديد أو قياس الكهرباء الصغيرة طبعاً الجالفانوميتر. Number 17, the source مصدر electricity in any electric circuit طبعاً البطارية. Number 18, all the following material are considered as electric conductor. كلهم electric conductors except طبعا الكبر good conductor, water good conductor, iron good conductor طبعا الرابر. Number 19, the electric wire can be made of. ممكن electric wire تصنع من ايه؟ من الالومنيوم and copper. Number 20, the electric circuit contained بتحتوي على نقط is responsible for opening and closing. بيقفل ويفتح الدائرة هو السويتش. Number 21, the internal switch المفتاح الداخلي on a knot can be used in the refrigerator. بيستخدم في التلاجة طبعا الثرموستات. Number 22 is a material that cannot allow electric current to flow through. الماتيريال اللي مش بتخلي الكهرباء تمشي جواها طبعا البلاستيك. True or false, number 1, the electric device in houses are connected in series. طبعا no, in parallel بتتوصل in parallel. Number 2, cobalt as an example of magnetic material, طبعا it's right. Number 3, earth attracts all objects on its surface due to its great mass, طبعا it's right. Number 4,
Number 5, electricity and magnetism can work together. طبعا, it's right. Number 6, in the series circuit, the electric current can flow in different branches. لأ, في السيريس بيمشي في one loop. Number 7, electric wire are covered with plastic to protect us from electric shock. أيوة, electric wire بتغطى بالبلاستيك. It's right. Number 8, the magnet has force called magnetism. Number 9, all metals are electric insulator. طبعا no, all metals are electric conductor. Number 10, electricity can be produced from magnetism. It's right. Number 11, electric current can flow through all material. لا, عندي insulators. Number 12, a piece of aluminium foil and plastic spoon will be attracted to the magnet. No, aluminium will spoon not attracted. Number 13, the thermostat in a refrigerator contain an automatic switch. Ayo. Number 14, electric insulator only allow electric current to pass through them. طبعا it's wrong. The electric insulator don't allow. Number 15, wood and plastic are electric insulator. أيوة, الwood والبلاستيك يعتبروا electric insulator. Number 16, electric insulator يعني مش بيوصلوا كهرباء. Number 16, the magnetic objects are attracted to the magnet at any distance from the magnet. No, magnetic objects بتعمل attracted للماجنت على أو جوه الماجنتيك فيلد. Number 17, magnetism is an attraction or repulsion force, while gravity is a repulsion force only. It's wrong. ليه بقى؟ صحيح الماجنتيزم attractions and repulsion, بس الجرافيتي هي attractions only. Number 18, all materials can be attracted to the magnet. No, all material, no, not some. بعض الماتيريال أو الماجنتيك ماتيريال. Number 19, magnets attract the non-magnetic materials such as iron, nickel and steel. الماجنت بيجذب للنون-magnetic material. لا, للماجنتيك ماتيريال. يبقى it's wrong. Number 20, resistors are used to slow the flow of electrons through an electric circuit. أيوة, الريزيستورز بتبطئ عندي الإلكترونز. Number 21, all magnets can be made of some materials like iron and glass. لا, صحيح بتصنع من الايرون بس الجلاس لا. Number 22, all materials allow electric current to flow through them. هل كل الماتيريال بتسمح للكهرباء انها تمشي جواها؟ لا, عندي ماتيريال انسيليتور. Number 23, ions and cities are parts of an electric circuit. ايوة, جزء من الدائرة الكهربية. 24, copper, aluminium and rubber are electric conductors. Copper and aluminium are electric conductors. أما الرابر insulator, يبقى دي it's wrong. Number 25, there is no relation between magnetism and electricity. طبعا it's wrong, في relation كتير. Complete. Number 1, handles of screwdriver, المفك بتاعي, are made of plastic as it is an electric insulator. Number 2, the magnetic material will be attracted to the magnet when they are located at magnetic field. Number 3, by increasing the distance between objects. عند زيادة المسافات ما بين الـ objects, the gravitational force between them decreases. هيحصل لها ايه؟ decreases. احنا قلنا ان الجرافيتي والماس, سوري, الجرافيتي والdistance مش بيحبوا بعض, هما دايما opposite لبعض. لما الdistance increase, الgravitational decrease. Number 4, the electric current causes نقط in the human body. طبعا الالكتريك كارنت بيسبب عندي الكتريك شوك.
body as it contains water، علشان جسمي بيحتوي على المية، والمية دي is good conductor of electricity. Number five, gravity attracts any object that has mass. الجرافيتي بتعمل attract لأي جسم عنده إيه؟ mass and volume. Number six, rubber is an electric insulator. While copper is an electric conductor. Number seven, electric wire coated with plastic or rubber. To protect us from electric shock. Number eight, electric wire are made of copper, which is an electric conductor. عشان هو موصل كويس. But they are wrapped in rubber or plastic, which is an electric insulator. Number nine, copper and nut will not attract to the magnet, as they are not material. الكبر والبلاستيك مثلا. Copper والألمونيوم not attracted to the magnet as they are non-magnetic material. Non-magnetic material. Number 10. In the not circuit, there is only one path في السيريس. Number 11. The generator consists of large magnet. Magnet كبير وكمان and wrapped wire. Number 12, magnets attract some metals such as iron, cobalt, and nickel. Number 13, electric circuit in houses are connected in parallel way. Number 14, all metal like نقط and نقط المتال اللي A و A called electric طبعا conductor يبقى زي الألمونيوم والكبر. Number 15, electric wire are coated by plastic or rubber. Number 16, materials are classified according to their ability to be attracted to the magnet. In materials أو المواد بتصنف طبقا لقدرتها على الاتراكتد من الماجنت into magnetic material and non-magnetic material. Number 17, the electric current can transmit in path called electric current ممكن يمشي في مسار path called electric circuit. Number 18, a moving magnet inside coiled wire can generate electricity. Number 19, the tool that open and close the circuit طبعا اللي switch. Number 20, magnetism is an attraction or repulsion. While gravity is attraction. Scientific term, question number 4. 1. The area around the magnet. مساحة حوالين الماجنت. الماجنتك عنده الفورس فيها. طبعا الماجنتك فيلد. Number 2, the materials that are attracted to the magnet. الماتيريال اللي بتعمل attracted للماجنت طبعا الماجنتيك ماتيريال. Number 3, the materials that are not attracted اسمها non-magnetic material.
Number four, the force that allows a magnet to attract some material. طبعا الماجنتيزم. Number five, one of the components of an electric circuit that is used to limit the flow of electricity هو resistor. Number six, is used to adjust. تستخدم للتظبيط temperature inside some devices زي الريفريجريتور طبعا الثرموستات. Number 7 بتقول the device which change mechanical energy into electrical. الجهاز اللي بيحول عند الميكانيكال او الكايناتيك الالكتريكال طبعا الجنريتور. Number 8 a device can be used to detect the flow of small electric current. الجهاز اللي بيقيس عند السمول electric current الجالفانوميتر. Number 9, the force of Earth which attract all objects on its surface. قوة الأرض, الجرافيتي. Number 10, بتقول a form of energy produced from generator and turbines. طبعا الإلكتريستي هي اللي بتنتج من الجنريتور وكمان من التيربينز. Number 11, a tools in the circuit which is used to open. Number 12, the flow of electrons through an electric wire. المرور الإلكترونات في السلك الكهربي الإلكتريك كارنت. Number 13, closed loop through which electric current can flow. طبعا الإلكتريك سيركت الدائرة الكهربية. Number 14, the material that the electric charge can flow through. الماتيريال اللي الكهرباء تقدر تمشي جواها الالكتريك كوندكتور. Number 15, they are material that don't allow electric current to flow through an electric insulator. Number 16, the type, نوع الإلكتريك سيركت that are found in houses, البارل سيركت. Number 17, the type of electric circuit in which all components must be connected in one loop, طبعا السيريس. Question 5, give reason number 1, cobalt and nickel. are considered as a magnetic material. ليه هم magnetic material؟ لأن الماجنت بيقدر يعمل لهم attract because they are attracted to the magnet. Number 2, most electric wire are covered with rubber or plastic علشان يحمونا من الشوك because rubber and plastic are bad conductor of electricity to protect people from electric shock علشان يحموا الناس من الصدمة الكهربائية. Number 3, the electric circuit is considered as a system. ليه الدائرة الكهربية تعتبر نظام كامل زي جسمي؟ Because electric circuit is a path for electricity. هي عبارة عن مسار لمرور الكهرباء. كمان it consists of many components. بتتكون من مركبات كتير. والمركبات دي أو الcomponents دي work. دي work together. بتشتغل إيه مع بعض كأنها نظام واحد. Number 4, electric wire are made of copper. ليه الأسلاك بتصنع من الكبر؟ اللي because copper is an electric conductor لأنه موصل كويس للكهرباء allow electric current to flow through ويخلي الكهرباء تمشي إيه جوه. Number 5, the electric circuit must contain battery لأنها source المصدر الكهرباء because battery is the source مصدر electricity in the electric circuit. Number 6, some electric circuit contain resistors. ليه جواها resistor؟ قلنا ان الريزستور دي بتعمل limit او بتحدد او بتقلل عند مرور الكهرباء وبكده بتحافظ على الاجهزه ان هي ايه تتدمر.
because resistors are used to slow the flow of electrons through an electric circuit to avoid علشان نتجنب the damage of its components دمار هذه المكونات. Number 7 when a ball is thrown into the air لما ترمي بقى كورة لفوق it will stop moving upwards and then fall down لأن في حاجة بتشدها due to the gravity force of earth أو بسبب الجرافيتي بتعمل لها attraction. Number 8 electric wire are wrapped in plastic ليه بنلف الالكتريك واير بالبلاستيك؟ قال لي علشان البلاستيك دي electric insulator doesn't allow electricity to pass through. Number 9 electric generator have great importance in our life ليه الالكتريك جنريتور ليه أهمية في حياتنا؟ لأنه بيوفر عندنا الكهرباء because they are used in lighting house and operating electrical device. Number 10 in the parallel circuit we can turn off or remove one light bulb while the other bulb will remain lit. في البارل سيركت احنا لو طفينا لمبة او شلناها باقي اللمض هتفضل منورة. ليه؟ لان انا عندي كذا برانش جوه البارل سيركت. Because in parallel circuit the electric current can flow along different branches. Branches كتير. Number 11 all metals are considered an as electric conductor لأنهم بيسمحوا للكهرباء أنهم يتمروا جواهم because metals allow electric current to flow through them. آخر سؤال في جيف ريزون when a magnet is moved rapidly لما الماجنت بيتحرك بسرعة back and forth رايح جاي inside a coil the needle المؤشر أو الإبرة بتاعت الجالفانوميتر connected to the coil move rapidly للإبرة بقى بتلف بسرعة بسبب الإلكتريك كارنت. What happened؟ أو question number 6 What happened؟ Electric circuit in house are connected in series. إيه اللي يحصل لو التوصيلات في بيتك بقيت سيريس؟ قال لي if one light bulb damaged لو عندي bulb damaged اتحرقت اتدمرت حصل لها remove or disconnected أو اتفصلت the other will not work باقي الأجهزة مش هتشتغل. Number 2 the electric circuit doesn't contain switch مش هقدر اقفل وافتح we cannot open and close the circuit. Number 3 the force of gravity if the mass of an object increase احنا قلنا ان الماس حبيبة وصاحبة الجرافيتي لو الماس increases الجرافيتي will increases. Number 4 a large amount كمية كبيرة من الالكتريستي pass through an electric circuit as an electric device and this circuit doesn't contain resistor بس في اللحظة دي الدائرة بتاعتي ما عندهاش resistor resistor زي بتحمل أجهزة يبقى الأجهزة هتتدمر the component of electric circuit will be damaged. Number 8 magnet is approached close to some iron عندي مغناطيس اتقرب لي بعض الايرون نيل المسامير mixed with a small piece of paper والمسامير دي أو النيلز دي معاها قطع من البيبر الورق هل الماجنت هيعمل أتراكت للبيبر؟ لا يبقى the magnet will attract the iron nails only. Number 9 large magnet spin at high speed بيلف عند سرعة عالية around coiled wire هيحصل إيه؟ هيتولد أو produced عند إيه؟ electricity electric charge create on coiled wire أو electricity. Number 10 the force of gravity قوة الجاذبية if the distance between the object and the earth center increase قلنا الجرافيتي عدوة الديستانس ال distance يحصل لها increase ال gravity يحصل لها decrease. Number 11 rubber is used in making electric wire الرابر بقى الرابر making electric wire instead of copper هل ال الأسلاك هتوصل كهرباء؟ لا electric current will not pass through the wire الكهرباء مش هتمر بقى جوه مين؟ السلك. Number 12 the magnetic objects are placed at a distance and don't locate at the magnetic field مش هتبقى موجودة جوه المagnetic field بل المagnet مش هيقدر يعملها attract they will not attracted to the magnet. Number 13 the switch is closed in the circuit, in electric circuit السويتش اتقفل في الالكتريك سيركت يبقى الالكتريك كارنت ويل باث ثرو ذا كلوزد سيركت خد بالك جدا لانها بتلخبط جدا.
Number 14, a person touching non-insulated electric wire through which an electric current. Non-insulated يعني سلك مش معزول. سلك مش معزول يبقى سلك conductor. Conduct يبقى ساعتها electric shock will happen. هيحصل عندي صدمة إلكترونية، صدمة كهربية. هيتكهرب. Number 15, a magnet is moved rapidly inside coil. الملف أو المغناطيس هيلف بسرعة حوالين الكويل of wire and of in a circuit containing galvanometer. Electric current will increase and the needle galvanometer will move rapidly. كده grade 6 نكون خلصنا مراجعة حل أسئلة المتميز لمادة الساينس لامتحانات شهر نوفمبر 2024. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير لأصدقائكم، وكمان تعملوا سبسكرايب عندنا في القناة. مع السلامة.